مدينه النقب او منطقه النقب اداريا بقت تتبع لجنوب سيناء، يمكن في الفتره اللي فاتت كانت تتبع لشمال سيناء. مدينه النقب ديت فيها تجمع كبير بدوي، احنا ان شاء الله بصدد ان احنا نغير معالم الشباب والرياضه كلها في هذه المنطقه. مركز الشباب هنعمله تطوير شامل. سياده المحافظ وعد الاهالي هناك ان هيتعمل لهم ملاعب نجيل صناعي، ويمكن دي طفره كبيره جدا للمنطقه ديت ان ما كانش فيها يعني تعتبر الخدمه الرياضيه كانت متدنيه فيها. يمكن احنا مبدئيا اول زياره للسيد الوزير المحافظ اللي هو خالد فوده كان موجود في النقب، خدنا ادوات رياضيه وملابس رياضيه وتم توزيعها على الاهالي هناك والولاد اللي موجودين في مدينه النقب. ووعد سيادته انه باسرع وقت ممكن هيتم انشاء ملاعب في منطقه النقب. واحنا من الدكتور اشرف صبحي صدقنا ان شاء الله هيعمل تطوير شامل للمنظومه الشبابيه اللي موجوده في مدينه النقب. يمكن كان في مركز شباب صغير هناك، ان شاء الله هنطوره كله، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده ان احنا هنوفر فيه ان شاء الله خدمه المكتبات، هنوفر فيه خدمه الكمبيوتر، هنوفر فيه خدمه صاله الجيم، عشان ولادنا في كل الاماكن اللي موجوده البعيده متوفر لهم الخدمه الثقافيه والفنيه والرياضيه.